النهارده طالعين مع بعض نعمل لفه النص حجاب او الحجاب الاسبانيش. انا عارفه ان في ناس كتير الصراحه طلبتها مني لما شافت لفه الحجاب التركي، هحط لكم اللينك بتاعه كمان، بس كان صعب الصراحه ان انا اطلع اعملها على نفسي، ما كانش هينفع اطلع بنص الرقبه والشعر، ما كانش هينفع اطلع كده خالص، فلقيت ان انا عاملاها على موديل، فقلت ان انا انزل لكم الفيديو كمان بالشرح واقول لكم كل الماتيريالز اللي احنا استخدمناها في الفيديو دوت والمفروض تجيبيها عشان خاطر الطرحه. بس ما تنسيش تعملي سبسكرايب تحت القناه وتعملي لايك للفيديو. اول حاجه انا بستخدمها او اللي لازم تستخدميها هي السفنج بتاع طرحه العروسه اللي انا كنت حطاه قبل البندانة. السفنج ده بيتجاب بالمتر مثلا، ممكن تجيبيه من اي محل بيبيع الادوات بتاعه طرحه العروسه، ممكن من النمروسي او من اي محل تاني بيبيع الطرح بتاعه العرايس. السفنج بيكون متر، بتدبسيه من على الجناب بدبابيس عشان خاطر يلزق في الشعر كويس جدا، ولما تيجي تحطي الطرحة فوقيه ما تقعش ولا تتزحلق. تاني حاجة بيكون معاكي بندانة بونيه زي ديت اللي هي فيها كرتونة من قدام، وبتفتحيها من ورا عشان خاطر ما تبقاش ضيقة قوي على راسها وتفضل تتزحلق منك مع السفنج. زي ما انتوا شايفين كده هو، يبقى اول حاجة هيكون معاكي متر سفنج. عايزة تحطي المتر كله اوكي براحتك، لو انت عايزة تعملي فوليوم للشعر وممكن تقصيه وتاخدي نصه لو انت مش عايزة تعلي الراس معاكي شوية. بعد كده البندانة البنيه، وبعدها التل. التل زي ما اتفقنا بتاع الطرحه الاسبانيش او النص حجاب بيكون تل خشن مش تل ناعم. انا طالعه مستخدمه تل ناعم عشان خاطر انا ما كانش معايا وقتها تل خشن. التل الناعم بيزحلق الطرحه حتى لو انت حاطه تحتها سفنج، يعني بيزحلقها شويه، يعني السفنج هو اللي بيمسك الشعر. فالافضل ان انت يكون معاكي تل خشن وقتها. بعد كده بنبتدي بقى ندبس الطرحة من ورا، انا لسه مظبطتهاش من قدام، بس بنبتدي ندبس الطرحة من ورا عشان خاطر ما تتزحلقش مني، لان التل هنا ناعم هيتزحلق. الباقي بقى من الطرحة اللي انتوا شايفينه ده المفروض يتقص، بس انا ما قصتهوش ليه؟ عشان خاطر لفت لها بعديها طرحة تركي، يعني انا كنت محتاجة التل الناعم، محتاجة بقيت كل ده بدل ما يتقص. انت المفروض تقصي كل الزيادة اللي ورا ده عشان ما يبقاش حمل على راسها ويوقع معاها الطرحة. الدبابيس 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 والبنس مهمين جدا معاكي. البنس للسفنج عشان خاطر يدبس السفنج كويس في الشعر وما يزحلقش الطرحة من فوقيه، وطبعا كلنا عارفين مهمة الدبابيس. انتوا شايفين عمالة ادبس في راسها يا عيني. بعدها بقى هتشوفي انت حابة تحطي على راسها ايه، حابة تحطي هيد بيس، حابة تحطي تاج. انا كنت ركبت بس الطرحة اللي ورا هنا، الطرحة المفروض بتاعة الفستان كده كروكي، عشان اشوف انا حابة ان انا احط هيد بيس ولا تاج، فلقيت ان انا التاج عجبني عليها. اول حاجة بحط التاج وبعد كده بحط الطرحة اللي ورا. ليه؟ عشان خاطر التاج بيفضل يشبك في الطرحة فما بتعرفيش تظبطيه قوي. يعني انا هنا كنت حطاها كروكي عشان اشوف انا هحب ان انا احط ايه، هيد بيس ولا تاج. بعد كده بعد ما بتحطي التاج بتبتدي تلفي الطرحة بتاعتك عادية خالص اللي هي الطرحة بتاعة الفستان. لو حابين تشوفوها بتتعمل ازاي بالظبط هسيب لكم اللينك بتاع الحجاب التركي فوق. انا كنت عاملة له كذا لفة، لفة عليا ولفة على عروسة، فهنزل لكم الفيديو فوق او هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس تحت. بس كده دي كانت طريقة لفة الحجاب الاسبانيش او النص حجاب. بيكون معاكي زي ما اتفقنا السفنج بتاع طرحة العروسة، من غير السفنج الطرحه هتقع منك، من غير السفنج الطرحه هتقع منك. وبيكون معاكي البنس ضروري جدا عشان خاطر تدبس السفنج في الشعر، لان مفيش حاجه بتدخل في الشعر مفيش دبابيس ينفع يتعمل بيها. وبيكون معاكي بندانه بونيه بتكون ناشفه عشان خاطر تعمل فوليوم شويه للطرحه من قدام. وشوفي انت حابه بقى التاج او هيد بيس وسوري انا مش عارفه اجمع ليه، مش عارفه اجمع، يبقى سفنج وبندانة بونيه والطول بيكون خشن بتاع الطرحة الاسبانيش. بس كده، هي هنا ما كنتش وريتها نفسها اصلا خالص. ويارب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة، وانزل لكم بفيديوهات تانية جديدة ان شاء الله قريب. ما تنسيش تعملي سبسكرايب تحت القناة وتعملي لايك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.